وبعد إلى مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك. معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ من منطقة بير الياس الواقعة في البقاع الأوسط. الكثير من المخاوف انتابت اللبنانيين حول إمكان فقدان المواد الغذائية من الأسواق كنتيجة لآثار الحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. هل فعلا نحن أمام هكذا خطر؟ هل فعلا ستنقطع المواد الغذائية؟ كم تكفي المواد الغذائية في لبنان في حال استمرت الحرب أو لا سمح الله انتشرت وتوسعت؟ رح نكون بجولة مباشرة مع الأهالي لنشوف حقيقة إذا قدروا يلاقوا كل المواد الغذائية بسهولة بمنطقة البقاع قبل ما نكون بمعلومات لصالح صوت بيروت انترناشنال من الدكتور نبيل فهد وهو رئيس اتحاد أصحاب السوبر ماركت بلبنان واللي طمأن جميع المواطنين انه المواد الغذائية فعلا كافية ولن تنقطع خلال أشهر حتى من الأسواق اللبنانية. في بداية هيدا البث المباشر هيدا حالة الشوارع البقاعية اللي عم نشوفها حاليا. عدد من المواطنين إلهم من بداية عملية طوفان الأقصى عم بيحملوا الأعلام الفلسطينية وهون الشباب اللي عم بيجربوا يلموا تبرعات حتى لبعض فصائل المقاومة. أهلا وسهلا فيك عبر هيدا البث المباشر. أهلا فيك. خبرنا خلال عملية طوفان الأقصى من بعد الأحداث الأمنية اللي صارت على جبهة الجنوب بلبنان خفت أنه تنقطع المواد الغذائية؟ خفت أنه ما يبقى فيه خبز، ما يبقى فيه مواد غذائية؟ بهالبلد كل شيء وارد، يعني عملية الجنوب كتير مؤثرة وفي تخوف كمان كتير كبير أنه يصير في حصار مثل ما صار قبل على سوريا. يعني دعم للمقاومين بغزة، دعم لفلسطين، هذا شيء ما بيناسب لا أمريكا ولا إسرائيل، هذا شيء عم يضعفهم إجباري. يعني ممكن يصير في حصار وتنقطع المواد الغذائية والفيول كمان. خبرنا لما كنت عم بتروح على المحلات كنت عم تلاقي كل شيء بدك إياه؟ بالإجمال نلاقي بس بأسعار كتير عالية. يعني في غلا، في غلا. وين عم نحكي تحديدا؟ ببير الياس أو بكل بقاع؟ لا إجمالا بكل بقاع. يعني مثلا لنا لك كيلو السكر كان قبل حاول نقول 25,000، هلا مش تحت 100,000. هلا خلال هول 4-5 أيام بالمية بالمية كل شيء غالي، كل شيء غالي. يعني حسب ما لاحظت المواد الغذائية بقيت لكن غالي أسعارها، عم تغلى أسعارها وكل دكان بتبيع شكل ما في رقابة. ما يعني والفيول محطة بتعبي لك شيء، محطة تانية شيء، يعني على البنس عم تفرق. يعني كله يعني بده يصير في أزمة أكثر من هيك، والعالم عم تتخوف، عم تمون هلا إنه الشتوية تيجي قاسية، والعالم عم تتخوف أكثر إنه يوصل الدولار لل 150,000. شكرا لك والله يحمي الجميع وإن شاء الله القادم بيكون أفضل لجميع اللبنانيين. منذكر بتصريح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة بيروت ورئيس اتحاد أصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد اللي طمأن عبر صوت بيروت انترناشونال جميع اللبنانيين وقال إنه المواد الغذائية متوفرة والمخزون كافي لأشهر عديدة ولم تنقطع هذه المواد الغذائية، وقال أن لا تغيير في أسعار المواد الغذائية. لكن هذا ما نلاحظ عكس هو إذا بدكم خلال جولتنا اللي رح نتابعها هلأ بهيدا البث المباشر واللي حسينا من خلال أراء الناس أنه في اختلاف بالأسعار، يعني في غلاء قليل بالأسعار، المواد الغذائية بعدها موجودة ولن تنقطع حسب تصريح دكتور نبيل فهد، لكن المواطنين عم بيلاحظوا ارتفاع بالأسعار ولو قليل. يعطيك العافية. خلال الأيام السابقة كنت عم بتلاقي كل شيء بدك إياه بالدكاكين أو لا؟ كانت الأسعار مثل ما هي أو أغلى؟ الأسعار كانت مثل ما هي أو أغلى. إسرائيل وجنودا أقول الأسعار أغلى أو أقل؟ بالعكس. شكرا لك زميل. إذا فينا نقرب كرمال الأصوات المرتفعة
كرمال الأصوات المرتفعة اللي ناتجة عن الموسيقى. منذكر أنه هيدا المشهد عم نشوفه بعدة شوارع بقعية وعم نشوف هيدا المشهد بعدة أحياء سكنية بالبقاع تضامنا مع المقاومين الفلسطينيين الأبطال اللي فعلا قاموا بعملية نوعية غير مسبوقة تحت عنوان طوفان الأقصى. إذن منذكر بتصريح نبيل فهد وهو رئيس اتحاد أصحاب السوبر ماركت واللي قال أنه المواد الغذائية متوفرة ولا داعي للخوف من إمكان فقدانها من الأسواق اللبنانية. يعطيكم العافية. خبرونا آخر كم يوم حسيتوا أنه في انقطاع صار بالمواد الغذائية أو كان كل شيء متوفر بدكاكين والأسعار حسيتوها زادت أو بقيت على حال؟ لا بعد ما في شيء لا يعني شو السبب؟ لأنه في بعض اللبنانيين تخوفوا من إمكان فقدان المواد الغذائية بسبب الحرب اللي صار على قطاع غزة ولا سمح الله تمدد هيدا الحرب على الجبهة اللبنانية، فصار في إقبال بأكثر من منطقة لبنانية لا على لا لا. عادي حياة طبيعية بعدها ما في شيء تغير يعني كل المواد متوفرة والأسعار باقية على حالها. ما حسيت بخوف أبدا أنت وأفراد أسرتك أول ما اندلعت المعركة وبعد ما صار في توتر عم نخاف؟ صارنا 100 سنة عم نخاف، شو اللي غير يعني هلا؟ مش عم نخاف ما صرنا عمر لا سمح الله إلا أثار السلبية كمان. عايشين أي بد أي كل سنتين تاتي في حارب، كل 5 سنين في حارب، كل 10 سنين في حارب، من احنا انكتب علينا الحرب. بس الأهم أنه كل شيء متوفر للناس هون. نعم شكرا لك. حضرتك نفس الشيء، كل شيء متوفر لك والأسعار بقية على حالها أو زادت شوي؟ في مواطن شوي قالنا أنه مثلا كيلو السكر لقيب 100,000 قدي زيد يعني شالت 10,000 ايه استغلال هلا استغلال ايه شيء فيه ايه يعني هلا مثل كيلو شالت 10,000 5,000 سكر رز البر نعم. عم نحكي تحديدا ببريلياس محل ما نحن واقفين. نعم شكرا لكم يعطيكم العافية. اذا في زيادة عم بتصير بالاسعار لعدة مواد غذائية من الاساسيات اللي يمكن بيحتاجها كل منزل لبناني، عم نحكي من الزيت من السكر من الملح، لكن جميع المواد الغذائية متوفرة حسب ما قالنا رئيس اتحاد أصحاب السوبر ماركت ونائب رئيس غرفة التجارة في بيروت نبيل فهد، اللي قال مجددا بشكل حصري لصالح صوت بيروت انترناشنال أنه كل المواد الغذائية متوفرة. ورغم مخاوف بعض اللبنانيين لكن هذه المواد الغذائية لن تنقطع من السوق اللبنانية أبدا أو من الأسواق اللبنانية أبدا، لأنه المخزون كافي لأشهر كثيرة في المستقبل. نحن منذكر موجودين ببريلياس وعم نشوف الوضع طبيعي جدا، هيدا السوق الشعبي الوضع طبيعي جدا، في تجول مستمر لعشرات المواطنين بقلب هيدا السوق. وهيدا المشهد أمامنا. منذكر بتصريح رئيس اتحاد أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد لصالح صوت بيروت انترناشنال أنه كل المواد الغذائية موجودة. يعطيك العافية. كل شيء ممكن ندور عليه منلاقيه عندك من مواد غذائية، لأنه في بعض اللبنانيين تخوفوا بالأيام الماضية أنه بركن قطعت المواد الغذائية من التكاكين. تقريبا موجود كل شيء. والأسعار بقيت على حالة أو زادت؟ لا على حالة. لأن في ناس سمعناهم، حضرتك عندك دكانة بقلب هيدا السوق، في ناس سمعنا عم بيشتكوا من زيادة أسعار السكر الزيت الاحتياجات الأساسية لكل بيت لبناني. على ما هو أبدا، على ما هو كله يعني، وعم نبيع مثل ما كنا. اللي عم تتعامل معهم ما زادوا الأسعار نفس الشيء أبدا، والكمية متوفرة وكافية أبدا قد ما بدك. ما في أزمة يعني الحمد لله، ولكن العالم متوهمي وخايفي. الحمد لله كل شيء طبيعي لحد أول يومين من عملية طوفان الأقصى كان في زيادة بعدد الزبائن اللي تبضعوا من عندك؟
عادي 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 يعني كأنه مش متوقعين يصير حرب يعني. هلا إذا طالت وممكن يتدخلوا عنا بتغير الوضع. نعم. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. إذن هيدا كان رأي أحد أصحاب الدكاكين بمنطقة بارلياس. إذن منذكر بتصريح رئيس اتحاد أصحاب السوبر ماركت في لبنان دكتور نبيل فهد لصالح صوت بيروت انترناشنال، واللي طمأن جميع اللبنانيين وقال إن المواد الغذائية كلها متوفرة ومخزون هذه المواد الغذائية كافي لعدة أشهر مستقبلية. إذن لا داعي للخوف. الإقبال الزايد بالبقعة كانت بنسبة 5% خلال عملية طوفان الأقصى، أما بالجنوب فوصل إلى 15 أو 20% حسب تصريح دكتور نبيل فهد لصالح صوت بيروت انترناشنال. رح نتابع معكم تغطية هذا الموضوع وأكثر دائما عبر صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي. كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ من بارلياس.